تريدون تعتبروا تحدي، ماك بانك، ريفيو، تجربة، ما أدري. السلام عليكم، أبطال أمير براز، رجعت لكم فيديو جديد وتحدي جديد. والتحدي اليوم هو تحدي العمالقة أو تحدي الملوك البحرية. في الليينتين عندي هنا ثقال وعملاقات بيهن كينج كراب وكينج لوبستر. كينج كراب يعني السلطعون الملك، وكينج لوبستر يعني جراد البحر الملك. دورت عليهن وقوة حصلتهن من هذا الموقع اللي هو شبايسك خيبسي. طبعا هذا الموقع مستعدين الشحن لكافة أنحاء أوروبا للمطاعم وبالجملة، أما للبيوت يعني وللطلبات البسيطة فبس بألمانيا يشحنون، وسويسرا والنمسا. طبعا هذا الموقع سوالي تخفيض بسيط يعني عليهن. زوروا الموقع، عندهم أشكال المأكولات البحرية وإن شاء الله تعجبكم. الرابط راح أخليكم إياه في صندوق الوصف. وبالمناسبة بعدهن عدلات يوسف، أوه على قيد الحياة خويا، مستعدين يا أبطال. يلا نفتحها ونشوف شنو بيها. اخليكم انتم تشوفون اول، انا بعد ما يلا. واو هذا اللوبستر جاي يحوس، رابطين ايديه حتى لا يعضني، حتى لا يقرصني، حتى لا يقرصني. اوه خلنا طلع اشيله. اوه يحوس، واو اوه ايش كبر هذا اللوبستر. واو جايز عملاق صراحه، الجاي يحوس. ما هو شو يسوي هذا قد كذا ثقيل، وزن اكثر من 6 كيلو وات. اصبر شوي، اي طلنا مجال. شو وقف ايش هذا؟ طبعا هديه، انا ما حاسب الحساب يعني. شوف خلي ناري. شلون حلو ما شو يتحرك صفوه. خلوا نشوف هذا هنا شنو. اوه كبير هذا. اوكي يلا مستعدين. اوه مغطينه. اوه هذن حافظات بهن ماي بارد وما ادري شنو. المفاجاه. واو شوفوا لي هذا كينج كراب. لك شنو هذا؟ خلنا نخلي هنا على الميز الثاني. عملاق. تعال نزل الفلينه. في السبع. تعال قاعد هنا. اخاف يتعاركن. اشتيدك ما ادري بعد. هنا مأكولات بحرية. اوه شلون جاي يحوس. صار بقد الميز. واو. هذا طبعا ما يحسن بالالم يعني، مو مثل بقية الحيوانات. حلو. فطريقة طبخ المطاعم يعني اغلبها تطبخهن قبل يسلقوهن يوسف. فاسرع طريقة الهن واحسن طريقة انه تسلقه بالماي الحار مباشرة، لان اذا انقتل قبل الماي الحار يقولون الاغلبية يعني يقولون تتكاثر بيهن البكتيريا. فهذا الشيء يعرضك للخطر يعني، لازم تسلقهن قبل حتى ما تتكاثر بيهن البكتيريا، لان هاي البكتيريا اذا انقتلن حتى بالماي الحار ما تموت يوسف. صحيح. خلونا هسه نجهز الماي الحار مالنا ونطبخ هذنا العمالقة البحرية. طبعا هذا ما داخل من ضمن التحدي، هذا خلي لي سويكي. اتغدى فيه. هذا لي سويكي. اوكي. تعال شوف ذول تعاركوا. اخويا شنو صار عندك هنا؟ عركة؟ عركة هذا تعارك وياه. كظا شوف هذا الصغير ما يقدر راح. ما يقدر لا يفترسك، مو هذا كينج كراب. وانت كلك براون كراب، ولك هذا اذا طقك بهاي شايف العملاقه مالته هتشي يكضك هنا يموتك. وخر عنه وخر، خلوا نفكهم. لا ما تشوف. فكهم ويحسبها علينا، انا بعدين اعطيك سمكه صغيره. اقعد لي هنا واسكت حبيبي وصير عاقل. لك شو ما تقعد راح، انت راح تطيح هسه. تعال هسه يطيح وابتلي بيه النوم. هاي شلون السالفه هاي؟ وتعال قاومنا يجيب علي. صحيح. هناك حمامه. واجا وقت الطبخ. اوه ثقيل. اوكي نبدي باللوبستر. هذا اللوبستر مثل ما جاي تشوفون، مثل ما قلت لكم هذنا ما يحسن بالالم. وننزع عنه هذنا، ننزع ملاته، خلي ياخذ راحته. يعني يقول لك ما يصير الطبخه وهذنا بيه. ذبه على الراس قبل ينتهي يموت وما يحس بالم ولا اي شيء. بسم الله الرحمن الرحيم، نتوكل على الله. يلا توكل على الله. توكل على الله. خذ راحتك كبير يوسف. كلش كبير. انتهى، وقف عن الحركة، انتهى مباشرة. ممتاز. اكو بيهم شو يسوي؟ ينزلوه من الذيل. لا ما يصير. قبل على الراس ذبه.
نشوف اللون شلون تغير عندكم. قبل صار احمر ما يكفي يعني، هذا جدر طبخت بيه 3 بيضات نعامة اتذكر، وما جاي يكفي هذا اللوبستر. هو همي انا اكو بيهم يطبخوه على البخار يوسف. صح، هو خليه هيك يطبق، ما يتطبق، ما يتطبق بعد شوي يريد له. ممتاز، قاعد عندنا اللوبستر بهاي الطريقة مثل ما جاي تشوفون، يقعد عليه القبر يستوي على البخار وعلى الماي. هذا الماي طبعا خلينا له ملح بحري، يعني ماي وملح بس، ما تخلي له اي شيء، هو طعمه من اروع ما يكون، بدون اي توابل بدون اي شيء يخرب، بس خلي له توابل. اوكي يا ابطال البروس، طبعا خليناه 25 دقيقة الى 30 دقيقة بالماي، واظن انه استوى يعني. اوه لا فلتت عندي هاي، مستوى جايد خويه. استوى اخوي خل طلعه. اوكي حاول اسيطر عليه يوسف، حرامات. اي واو، تعال تعال تعال، انت اول التالي راح تفصخه. اول التالي راح ابلش بيها اياه. حلو، وهذا الصب طعون الرهيب. أوه. نفس الشيء طبعا ينزل فورا مباشره على راسي. هاي الرجليه جاي كبر بهاي الطريقه، هو ما يحس، هو ما يحس بشيء يعني. يلا يا بروستر، هذا تحدي اخوي، هو تحدي الطبخ وتحدي كل شيء، وتحدي الانبوكسينج وتحدي الدنيا كلها. هو اتحداك هسه تخليه بهذا الجدر. هسه اخوي قاعده حلو، يقعد ممتاز ترى هسه قعدت. هذا اي قاعد تقريبا. يلا اخوي بقعدنا، هذا اخر شيء، وجاي اشوف اكو مجال هنا يعني، فراح اسوي لك اياه على البخار يوسف. حلو يقول ها؟ يلا ابخر لك اياه، وانا اكو ماي حار راح ينزل على البخار. يلا يا سلطعون توكل. حلو. اوكي هاي طبعا ورا ما خلصنا من عدهن، يعني ننظف الميز بزاهي ونغسله غسله عدله، نحط فوق ماي حار. اوكي هذا عندنا هنا ماي حار، نكمل عليهن الفور. خليناهن 30 دقيقة. واو جاي فورا. شوف هذا البروتين كله طلع لي برا. طفي طباخنا. واو سلطعون الصغير. عندي فكرة، خليني افرغ الماي اول شيء. احسن احسن احسن. اوه ثقيل. يلا اتحداك تطلع وما تفلشي. هسه طلعة ولا رجل اريد تنقطع. بسم الله الرحمن الرحيم. حلو. واو هذا شكله ممتاز. واو يمكن خسرت بالتحدي. خسرت. شوف خسرت. هاي بس بالطرف واحدة من عدهن فلتر ضربت بالجدر. بس يمكن مو مالته، مال السلطعون الصغير. اي مال الصغير. ممتاز. اوكي يا ابطال بروز، نجيكم بالتحدي. مثل ما تشوفوهن شلون صارن الوانهن تخبل حمراء، وخلوني ادخل بالتحدي بدون ما اضيع اي وقت، لان صراحه تعبون. اكون حذر. واو شوف الماي البحري. حطه قبل الشاكوش. اي نعم. لحمه فظيعه. شوف الكميه. بسم الله. شوفوا هاي فارغه صارت، وني اجربها هسه تعطي رده فعلي. يلا يلا. اريد استوعب، خلوني استوعب الطعم على ما افرغ الصاص. هنا أنا عندي زوس اند ساور، حامض وحالي شويه، رهيبه الصاص. طاسه اكبر من اللازم، خلي عليه حار. هذا حار بس مو كلش حار، لا يعني حرارته وسط. الشكل اخويا بعدني ما مستوعب الطعم. طلعت ممتاز. فرغ. يلا عيني تفضلوا لوبستر الملك جراد البحر استكوزا ما ايش اسمه. لا سولفولي كيف والله. اوه بعد كيف مالتي. طقيت هذا، طلعها كامله هاي. اتحداك يلا فنك. بس خويا صعبه وقويه. حلو. ممتاز. شوفوا لي هاي اللحمه. واو بالصلصه. اممم
شنو الطعم؟ بيها عظمة هنا مزيان ما اكلتها رأسا بس صار بي شنو؟ اخويا غير تحديها ذايب هاي عظمة شوف هاي العظمة مالته وهذا اللحم التاريخي يا اخي شنو من طعم هاي عند انتهت نظفت طبعا اعذروني يلا هذا الكراب خل اشلع لي من عنده فخذ شو يسمونه هاي رجل تعاي ممتازة شوف اللحم طلع منه فورا طعمه يختلف عن ذاك ها باختلاف شوي وسط. صحيح طعم غير اي لا يقاوم صدق لا يقاوم اوبا هذا اخويا يقصونه منه شوف هذا ترف حلو. قصه ذاك كارثه واه اوبا هسه السؤال يطرح نفسه امير براز شنو عجبك اكثر السلطعون لو جراد البحر اي السلطعون وهاي هنا عندي صلصه الاعشاب والثوم المكسيكيه خل اجربه يا صلصه بحريه بحته يلا عيني شوف هاي اللحمه لا يعني طعمه يختلف عن الروبيان يختلف عن السمك يعني ما تعرف شلون توصفه فعلا صراحة يعني طعم فظيع رهيب عجيب غريب اوبا بس ياخذن وقت من تاكله يزعجك نوعا ما لازم تطقطق وتقصقص وايش تسوي بس يستحق العناء يوسف يستحق فعلا يستحق اوه سحبتها منه واو ممتاز فرغت نشوف هاي الرجل هو قوية كبيرة طبعا هذا الفيديو راح اقطع به اللقطات اللي ما لها داعي صحيح. مثل بالطقطقة بالهاي ما نريد ازعاج احنا او احتمال اسرع احنا ممتاز هاي قصيتها كلها من الطول للطول قال لي ترى اللحم هواي جبت انا 6 كيلوات بستة ونص قلت انا لان بيك شور وهاي بس الظاهر اللحم اكثر طبعا اكثر اكثر لان القشر خفيف خفيف شوفوا لي هاي اللحمة تحفة يوسف تعال جربه انا عندي هذا جاي اكل بيه ترى تعال خويا جرب لي هذنا لا اخويا مو هذاك جرب رجل من هاي يفوتك عادي التحدي كلش صعب يوسف ما توقعت هيك به اللحم صحيح. يعني 12 كيلو ونص هذن الوزن مالهن اوه منا يطلع لحم ومنا تعال جرب لي هاي اوف هاي مالتي هاي تعال اخويا جرب لي عندك هنا صلصة ثوم اذا تريد يا اخوي
رهيب هذا عمي سيارات يمي ابطال انا وكل ساعه اعطي البطل اقول له تعال جرب لي هاي وجرب لي هاي الى اني خلص التحدي. هاي شنو هاي؟ كسر كسر وكسر. فد شيء رهيب الطعم صراحه. اوه طلعت عشتيدك. عرفت لك انا عشتيدك اخوي عشتيدك. ذاك مالتك صغير ولا انت؟ بس طيب هم طيب والله. لا لوز ها؟ شوفوا يا الله جيب لك كرسي واستريح. كرسي مالتي يمك اذا في ذاك ما احتاج انا كرسي. والله قاعد طعمه بي شوي حلاوه على ملوحه اذا تلاحظ هذا الشيء. عافيه بس فعلا انت قلت طعمه غريب ما تقدر توصفه. عفية. مو مثل السمش مو مثل اي شيء ما تقدر. لا شوف كمية لحم عاش ايه اخوي هاي الكاميرا يما قريبه هاي تقدر. الملوحه والطعم كلش طيب كمية بروتين فظيعة. عافية. هذا قاعد تاكله تروح تلعب حديد. واخذ عضلات هاي فرغت جيد ماشي صح. ماشي صح صراحة. لحد الآن اوكي. طعم مستمتع به. انا كملت اخوي انا مساعد اللي هنا وكاتب. لا 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 تعال 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 تعال. يا اخوي 12.5 كيلو بشرفك تحدي ما تقال يا معود انت قلت لي مو هيك. بسم الله ما اريد انا يا اخوي انا ما اريد بعد وراي يا اخوي هواي وهذا مثل الماك بانك خلي يعتبروه. ها يلا ممتاز هاي اللحمه. هنا اللحم ايش قد بيه لحم انتهيت اخوي هسه انا اكلت رجليا واحس نفسي شبعت. صحيح هي هاي هنا خياشيم مدري شنو هن ذنه مثل السفنجات يتنفس بيهن يتنفس بيهن يخلنا على قيد الحياة يظل عافية يظل فترة طويلة. عافية اي نقصهن ما نحتاجهن ذنه فارغات كلك اخوي كمل انا كمل يا اخوي اخوي اللي هنا أنا. هاي بقت لك رجلك. هاي مالتي مالتك يا اخوي هي بس هاي بقت حسبالي فارغة طقها. يوسف يوسف طلعت كاملة بس سويت شفت الشون؟ حتى عندي هم الصري. والله والله سوينا واحدة هسه. لا هاي كأنها ما هسه تصير ضاع لها؟ شي طبعا. شوفوا لها بالصلصة شنو انت؟ شنو انت؟ واو شوف هاي شوف هاي هلا 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 واو يا يا لك يوسف يعرف ليه؟ عاش يوسف شوفوا لي هاي ما ابذر منه شيء حتى هاي اوبا شكو قبي الرجل الاخيره صفينا هاي الهوسه اللي هنا خلوني استمر ايش عندي هنا ايش عندي ايش عندي ايش عندي هنا عندي لحم بكمية عملاقة
الجالابينو. وهذا النوع من اللحم مو مثل لحم الخروف او لحم العجل الدسم. هذا تحسه انه لحم مو دسم كلش. بالضبط. كالوريز قليلة، صحي. صبنا هنا كولا. عاش. نستمر. نأكد الملوك. واو لك شنو هذا الماي اللي جاي ينزل من عندي. لو ندري هيك به الماي بهاي الكمية كان خليناها صينية. فعلا. بس يا صينية شيل. صيني والله. واو. شلون لونها احمر بس الضوء عندكم قوي. شوفوا اياها. واه وقربت انتهي من الكراب. يبقى عندي هذا مطير من عند انا رجل او ايد. باقي لي الذيل مالت العملاق. وهاي هاي 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 بالشاكوش. هاي ما بيها. شوفوا اقدر اشوفكم. اوكي نو هذا الراس مالته خلينا نشيله. ها شيله. شنو هذا الراس؟ اوه شنو جوا بيه. اوبا واو لك شنو هالراس. هذا كيل ما ينوكل. حتى لو ينوكل انا ما اكله. واو كنا معون. كنا معون. خليك بي نودلز. نودلز ايه. اوكي هذا النكيلهن ما ينوكلن. تريدون تعتبروا اعتبروا تحدي ماك بانك ريفيو تجربة ما ادري. كلهن سوء. كلهن يصير انا. كلهن يصير. انا عندي تحدي التنظيف وتحدي الطبخ وهاي السوالف اكثر من تحدي الاكل. صح فعلا. وتحدي الطقطقه والقصقصه اكثر. والله لان ملات الايدين يبزبزن. اه كيف اللحم البيهين. ايد مالته جاينت. اوه ممتاز طلعت كلها منها تقريبا كلها يعني. ما بيها شيء. ما بيها بعد. اوه هاي منها. والغد واخيرا هاي ايديه كل الصعبات واحد ياكلهن مو نفس الرجلين مالته. اللحم عندي تفتفت بس فرغته بالكامل. ما بيها هاي بعد اي شيء. اوكي هاي عندنا هنا نودلز. سويكي سوانا اياها. خويا وحده انت هاي اكل الثانيه. وحده كافيه معود. ما يشيل لي هاي طفوه. اي كبيره هاي خليها هنا. واو ممتازه صارت. نوشلها من الماي مالنا خلق هنا ظل تنقط علينا. وهسه عندنا هذا. اوبا يلا ممتاز. مثل ما جاي تشوفون شلون ذي العملاق. هذا التحدي راح يطلع لك عضلات. هذا التحدي راح يسوي عندي عضلات خويا. واو يوسف شنو هاي اللحمه؟ ايش ثقلها؟ عملاقه. يا واو طلع كامل. طلع كامل هذا الذيل مال لابستر وهذا هناك شور.
خلنا نتناوله وياكم. حلو صحيح. ما رايك بيها؟ ممتاز. هيك عجبتني. صراحة فكرة رهيبة يوسف هاي النودلز. صحيح. ويا جراد البحر وهي سبايسي شوي هاي النودلز همين. وآخر قطعة من الذيل. وإذا التحدي يصير صعب يا أبطال أمي بروز تهي عندي هنا النودلز هذا بالله الرأس كله ما بي شي فارغ. هاي الإيد هذا الرأس طبعا مثل ما جاي تشوفون قضيته بس تمساح قضيته بس تمساح عز ما أنا قاعد بالبحر شي عايش كبرى. واو ممتاز. لك شنو هذا النح ما تقول لي انا اعتبر التحدي هو فاز عليك مو انت. خلوني اقضي على هذا النح وذن الرجلين اطقطق بيهن ما ادري هنشوف شلون راح يطلع اللحم بيهن ما ادري يلا. اوكي هاي الرجلين طبعا ما بيه اللحم شيء قليل وياخذ الوقت من عندي هاي كبيره يمكن بيها او ما بيهن ومالي خلق صراحه هنقص هاي والله خلينا نشوف شو يطلع بيها لحم كلش قليل هاي بيها لين كبيره شنو حتى ايدي زلغن منها تأذيت صراحة بهذا التحدي وراح أفوز ما باقي لي شيء يا أبطال أمي إبراز خلصت كلهم ما بيهن ذن فارغات ومثل ما شفتوا يا ابطال بطلات امي ابراز قدرت افوز بهذا التحدي الصعب والعملاق والعنيف طبعا اكلت كينج كراب وكينج لوبستر بوزن 12 كيلو هن والقشر يعني الصافي يطلع بيهن تقريبا 6 كيلوات لحم صافي. بنهاية هذا الفيديو اشكركم على المشاهدة لا تنسوا اللايك والاشتراك بالقناة اللي ما مشتركين بعدهم رابط الموقع اللي اشتريت من عنده هذن المأكولات البحرية بصندوق الوصف بالدسكربشن. التقيكم بالفيديو الجاي مع السلامة.